زين سيد العقيد، اخر سؤال حتى نطلع برا ونشوف المواطنين ونشوف باقي الاجراءات. ان اليوم اكو فد شغله لاحظناها، انه اللي اكو بعض اللي مضيع كل المستمسكات مالته، ما عنده حتى بيان. نعم، وعنده بس المستمسكات. تروح تلقي بيان ماكو اي شيء له. هذه طبعا هي تعود للمواطن نفسه. هاي مسائل، يعني المواطن نفسه مثلا هو ايش قد عمر الطفل، يعني اذا ولادته داخل المستشفى يراجع المستشفى حتى اذا ضاع البيان، غير يراجع المستشفى اذا صادر من المستشفى، يقدر نطلب له صوره قيد ولاده ويجيبها تمشي اموره. ما مسجل اصلا يعني ولادته، خلينا نقول خارج المؤسسه الصحيه، ولاتني نفترض بالبيت، يقدر يقدم طلب للمحكمه، طلب حجه ولاده وتطلع له حجه ولاده وينتهي الموضوع، ماكو مشكله بالموضوع. مستمسكاته ضايعه، اذا اكو مصوره شهاده جنسيه او بطاقه سكن، قلت لك شهاده جنسيه ممكن نطلب صح صدورها بتليفونيا عن طريق الجهاز وتمشي اموره، بطاقه سكن مصوره نقدر هذا نطلب صح صدورها باركود وينتهي الموضوع. فالعمليه ماكو اي مشكله من هالناحيه. اني اي واحد من المواطنين يتوجه للدائره وشوف الاجراءات الموجوده بالدائره وتبسيطها. زائدا اكو موضوع مهم، يعني حقيقه احنا توجيهات يعني اللي صادرت لنا مدير الدائره ووكيله جلوسهم بالاستعلامات، ها صار لنا احنا يعني من فتره طويله سنتين جلوسنا بالاستعلامات مو قاعدين بالمكاتبنا.